أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج في نور المسيح. من أول وأهم الوصايا المذكورة في الكتاب المقدس هي لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، خروج 20:3. أما تاني وصية بالوصايا العشر بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صور ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، خروج 20:4-5. موضوعنا اليوم هو عبادة الشيطان والسحر الأسود. يمكن نفكر أنه في فرق بين السحر الأسود وعبادة الشيطان، ولكن كتير من الدراسات بتقول أنه عبادة الشيطان وعبدة الشياطين عندهم كتير من الممارسات يلي فيها نوع من السحر الأسود واستحضار الأرواح. وعلى قد ما في ناس ما بتحب أنه تبحث بهالموضوع وبتخاف منه، اليوم نحن بحلقتنا بدنا نضوي عليه لسبب مهم، هو دورنا كمؤمنين أنه نلاحظ الشر اللي عم بيكتر بالعالم. كاميرا في نور المسيح سألت الناس عن رأيهم بعبادة الشيطان والسحر الأسود، وهيك كانت ردة فعل الناس. ريبورتاج مع مراسلنا جوزيف عيد. بتعرفي عن السحر الأسود أو عبادة الشياطين؟ أنا هذا الشيء مخوفني كتير، رعبني بالنسبة لأولادي صبايا. هذا ما أنا ما بعرف فيه نقول، ما لازم يعيش هول. شو هن عبادة الشياطين؟ السحر الأسود بيت الشياطين. ما بعرف شيء. ولي هرتك أكيد. ضد الدين إذا بدك. بعرف أنه كانوا بيستعملوه بالأيام بالقرون الوسطى مش هلأ. بيخلون يصير عندهم خروج عن ربهم، عرفت كيف، أو شيء هيك. بيمشوا بهالليل بيوصلوا لمحل بيفوتوا بالحيطان بلاقوا حالهم مش مزبوط هالشيء. سمع أنه عبادين شياطين بس ما بعرف أنه غير هيك شيء أبدا ولا أبدا. السحر بأمن بالسحر بس أنه سحر أسود وعباد شياطين بأمن بالروحانية. عم بيرجعوا. أنا أقول لك كل واحد بيقامي بالشياطين وعبادة الشياطين بيصل لخربان بيته بالآخر بيموت، هو شاب صاحبه طحر آخر شيء انتحر، شاف الدنيا سودة كلها، أخذ دموال ده رايح محله، له 5 سنين شاب مثل القمر، شو بدك مرة هالقصص شعوذات. في كتير ناس واضح أنه ما بيعرفوا عن عبادة الشيطان، ولكن كتير من الدراسات بتقول أنه عابدين الشيطان في تزايد مستمر وعندهم مراتب. لما منجرب نتطلع على الطقوس الحقيقية لعبادة الشيطان شيء مخيف، وللأسف هذه الظاهرة منتشرة وبشكل كبير عن طريق موسيقى الميتال وكتير تصرفات تانية مثل الأوشام وتشويه الجسد. وممارسات هالطقوس فيها الكثير من الخلاعة والطقوس الجنسية، ولكن الشيء الأكثر إشمئزازاً هو أنه أحد طقوس عبدة الشيطان هو شرب دماء الحيوانات، وفي بعض الأماكن كان في شرب دماء أطفال أيضاً. مكتوب بالرسالة لأهل أفسس 6:12، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وعن طريق هالأرواح الشريرة الشيطان وجد طريق سهل يدخل فيه لكل بيت، عن طريق السحر الأسود، موسيقى المتل، المواقع الإباحية، المخدرات وغيرها. لهيك لازم نتجهز ونكون مستعدين ونفهم منيح خطورة عبادة الشيطان. كاميرا في نور المسيح سألت الأسيس مجدي بسطة عن السحر الأسود وعبادة الشيطان وتأثيره على المؤمنين. خلونا نحضر هالتقرير مع بعض. السحر الأسود والعرافة والسحر بيأثر علينا كمؤمنين، أكيد أكيد للأسف بقول بيأثر علينا إذا إحنا رحنا وفتحنا نفسنا ولقينا نفسنا عايزين نسمع الحاجات دي أو عايزين نتقابل مع حد زي كده، في خطر، في خطر طبعا بيأثر. بس لو مؤمن عايش للرب وفي اي حد تاني عمال يعمل له سحر او ويكتب له حاجات ضده مش ممكن تأثر ابدا ابدا. اذا المؤمن دوت بيسلك صح ومتغطي بدم المسيح وجواه ايمان بكلمة الرب، ان زي ما الرب يسوع وعدنا كده ان قال لنا اديتكم سلطان تدوسوا الحياة والعقارب، وكلمة الحياة والعقارب يعني شيء مؤذي يعني الأرواح الشريرة، قال وكل قوة العدو ولا يضركم شيء، وده وعد الرب لا يضرني شيء. بمعنى تاني في حصانة بيديني حصانة، بس خلينا أقول لإخواتي أحبائي اللي ما بيفتحش باب للأرواح الشريرة
يعني لا تعطوا إبليس مكانا. يعني من فضلك لو بتقول مؤمن، إذا أنت مؤمن صلح علاقاتك، خليك شخص بتغفر، خليك شخص متواضع، عيش بمخافة الرب، عيش بقداسة، علشان كمان ما تكونش بتعطي لإبليس مكانا بحياتك، لأن ده أمر كتير مهم. وإذا أنت بتعيش بالمستوى دوت، أنا بقولك مفيش أي شيء يقدر عليك، لأن إذا يسوع معاك مفيش أي قوة تقدر عليك أبدا أبدا. في تحضير للأرواح، في ناس بتسمع حاجات وبتشوف حاجات بتتحرك، وكلها نتيجة أرواح شريرة وعمل سحري. وبالحقيقة إبليس بيحب يعمل كده علشان يبهر الناس. فإذا في شيء يتحرك الناس بتقول إف معقولة، يعني الشيء ده حقيقي، أو مثلا شيء تسرق وناس كمان حابة تعرف مين اللي سرقه، بيعرفوا كمان مين اللي سرقه. ايه في منهم بيعرفوا، لان دي ارواح شريره موجوده ماسكه المناطق. فالشخص اللي عليه روح العرافه، الروح الشرير اللي عليه بيعرف من الارواح الشريره اللي ماسكه المناطق دي، بيعرفوا من بعض، بيقولوا لبعض، بيحكوا مع بعضهم، وبيقدر يعرف ان مين دخل بالوقت الفلاني وسرق، وكأن في كاميرا. وفي ناس كتير قوي بتعتمد على الحتة دي. يعني مثلا ممكن الشخص ده يلاقي الحاجات، الذهب اللي كان ضيع له مثلا، بس بعد كده يمرض بمرض وحش جدا، او يموت بحادث وحش جدا جدا، او يلاقي بعيلته حوادث، حريق، مشاكل، موت مفاجئ، في قلة بركة مادية عمالة تحصل، تبدأ تيجي العناد بالأمور المادية وخسائر بالبزنس بالوظيفة، تبدأ تيجي مشاكل كتير. أنا بالحقيقة مش بقول كده عشان أخوفكم، لكن أنا بقول كده لأن دي حاجات حصلت. وفيني كمان لو حد بيسمعني وعمل الحاجات دي يمكن يخاف، يمكن يبدأ بقى يتوقع الحاجات اللي أنا قلتها، يقول مثلا الأسيس مجدي قال كده يبقى الحاجات دي هتحصل على حياتي. لا، لو التجأت ليسوع وسلمت قلبك ليسوع وتبت ان انت عملت كده، يسوع هيقبلك، وكل الماضي اللي انت عملته هيتمحي، ومفيش حاجة هتيجي على حياتك بعدين، مفيش اي حصاد نتيجة زرع غلط انت زرعته هيجي على حياتك. فبشجعك ما تخافش لو انت قربت من يسوع ولو تبت، ما تخاف، ما تخافي، لان اذا يسوع معاك مفيش اي نتائج غلط هتيجي على حياتك. اليوم اجى الوقت ننتبه على تصرفات ممكن تكون صغيره بحياتنا ولكن نحن اهملناها، مثل وشم صغير، موسيقى مثل، نوع معين من الثياب. كل هيدي بالبدايه بتبدا كموضه وبتنتهي اوقات بنتائج مخيفه. صحيح جنات، يسوع بضل فاتح ايديه لنا والدعوه موجوده لنا حتى نخلص. وفي كتير اختبارات لناس كانوا من عبده الشيطان والسنين كانوا ضايعين وعرفوا محبه الله، والبعض منهم عم يخدموا هلا. فنخلي أملنا كبير باسم يسوع، مهما كان وضعنا صعب خلينا نتذكر أنه خلاصنا هو فقط بيسوع. أخيراً وليس آخراً، وصلنا لعبر في كلمات، وعبرتنا لليوم هي من صفحة الدكتور ماهر سموئيل، بتقول لا تحبطوا من زيادة شر الإنسان. شر الإنسان مرئي، عمل الله غير مرئي. الإنسان يعمل في الخارج، الله يعمل في الداخل. فلا تتركز أبصاركم على خرائبها، لكن ركزوا أبصاركم الروحية على العمل الإلهي الذي يمضي بكل قوة وبكل سرعة. الترنيمة اللي اخترناها بنهاية الحلقة هي ترنيمة أنت قائدنا يسوع البار. وسلام الرب معكم، ومنشوفكم بالحلقة القادمة. بنسبح ونرنم ليك، نهتف وبنهتف مجدا يا مليك. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك. نرفع اسمك ونعليك، أصلنا فيك.